آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بكثير من التأثر وبقدر كبير من الوفاء، الوفاء للتاريخ والوفاء لعطاء وطني غيور ومناضل تقدمي ويساري كبير يخلد اليوم حيث تقدم اشتراكية الذكرى الأربعينية لوفاة المناضل الوطني الغيور والفاعل السياسي اليساري التقدمي والإعلامي الكبير والمناضل الحقوقي خالد الناصري رحمة الله عليه. ونحن نحيي هذه الذكرى الأربعينية، نستحضر كل ما كان للفقيد من عطاءات جليلة منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث التحق بالحزب الشيوعي المغربي وقضى عمره السياسي بكامله في صفوف هذا الحزب، ثم حزب التحرر الاشتراكية، ثم حزب التقدم الاشتراكي. وخالد الناصري من المناضلين الذين بصموا مرورهم في الحياة السياسية والإعلامية، حيث كانت له إسهامات على مستوى النضال من أجل الوطن ووحدته الترابية، كانت له إسهامات من أجل الديمقراطية والبناء السليم لهذه الديمقراطية، كانت له إسهامات كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث كان من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وترأسها لفترة، وكانت له إسهامات إعلامية باللغتين العربية والفرنسية بشكل متعلق جدا، كما كان الرجل من قيادي حزب التقدم الاشتراكية ومن الرسميين على المستوى الحكومي وعلى المستوى الدبلوماسي، إضافة إلى أن خالد الناصري كان إنسانا طيبا وصديقا كبيرا ورجل بقدر ما اهتم بحياته النضالية بقدر ما اهتم بحياته الشخصية وبأصدقائه. في هذه اللحظات نستحضره ونترحم على روحه الطاهرة. هذا التكريم يأتي في إطار عدد كبير من التكريمات، على رأسها تكريم من جلالة الملك الذي أتانا برسالة سامية في حق الفقيد. الفقيد خالد الناصري رجل قيم ورجل مبادئ، وهذا التكريم يأتي أيضا كتكريم لقيمه ولمبادئه الراسخة في تقدم هذا البلد وفي الدفاع على مبادئ الوطن العليا في المحافل الدولية والمغربية. الأب رحمه الله خالد الناصري كان جد حريص على أن يلقننا الصبر والنضال من أجل هذا البلد في لحظاته السعيدة والصعبة، وكان يحرص أيضا على أن يأتينا بعلم كبير وانفتاح كبير على القيم المغربية والدولية طوال حياته كأب. شكرا. نحيي اليوم الذكرى الأربعينية التأبينية لوفاة الراحل الأستاذ خالد الناصري،
وستكون مناسبة لاستحضار محطات حياته النضالية من خلال كل المكتسبات التي عمل من أجلها، وخاصة دفاعا على مكاسب الديمقراطية ووحدة التراب وكل أنواع الدفاع عن حقوق المستضعفين وحقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى غير ذلك. ونستحضر كذلك اليوم بكثير من التحصر وبكثير من التأثر كل الشهادات التي سمعنا في حقه، التي أكدت لنا مدى طيبوبة المرحوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.